من الحاجات اللي كانت مهمة جدا في هذا المشروع عمل الدراسات، عشان لا نضيع فلوس ولا نضيع وقت ولا نضيع مجهود الناس كمان اللي بتشتغل هناك، ولا نعشم الناس ان في مشروع وفي الاخر ما يحصلش حاجة. لا، في دراسات مهمة جدا اتعملت على التربة، وتم تخصيص ارض هتزرع بالقمح، ارض تانية هتزرع بالنخيل زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا. كل ده كان مخطط ومدروس وفق طبعا ابحاث علميه مهمه جدا. حاجه من ضمن الحاجات اللي تابعناها في خلال هذا التقرير ولفت الانتباه هي انه كل نخله ليها كود، ليها باركود زي ما حضراتكم شفتوا كده من خلال هذا التقرير. ليه؟ كل نخله بنتابع النخله دي جايه منين، الفسائل بتاعتها فين، لو النخله دي كان فيها مشكله قديما كان ايه ممكن يحصل. كنا ممكن يدخل المهندس، يدخل مهندس الزراعي الجمانه، يدخل يدور على النخله اللي فيها مشكله، اللي فيها سوسه، اللي فيها معرفش ايه، فيقطع مثلا منها حاجه عشان يعلمها، يجي بعد كده عشان ينزل النخله مش هيعرف يلاقيها تاني. لكن دلوقتي بالباركود بيروح داخل عارف كل التفاصيل عن النخله وعن انتاجيتها. صحيح، يمكن الخطوه دي احنا شفناها كمان في يعني في محافظات مختلفه يا شاذلي، يمكن زي ما احنا بنتكلم احنا تابعنا بشكل مفصل ما حدث امس وتفاصيل ما حدث امس من زياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوشكا ومشروع توشكا وبدء حصاد القمح. لكن النقطه اللي حابه اكد عليها هي الايديولوجيه، القياده السياسيه، طريقه التفكير، الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين بيها. ليه باكد عليها؟ لانه بمنتهى البساطه ممكن مشروع يحصل ونقدر ننفذه ونقف هنا، لكن طول ما هذه الثقافه موجوده وطول ما هذه الايديولوجيه موجوده يبقى هنلاقي بدل المشروع 100 مشروع. مشروع توشكا هو مش المشروع الوحيد، في مشروع اخر كمان، يعني توشكا في صعيد مصر، في عندنا مشروع اخر الدلتا الجديده وجه بحري. احنا مش بنتكلم بس في مشروع في قطاع بعينه، لكن احنا بنسير على التوازي في كل القطاعات بنفس الوتيره. وده لو هنحط له عنوان عريض هنقول ان هو ايديولوجية واستراتيجية القيادة السياسية في ان احنا نقدر نصل بمصر لبر الامان، نقدر ان احنا مش بس نحقق اكتفاء ذاتي وان احنا نقدر نخرج ونقدر نحقق نفسنا، لا احنا عايزين نواكب كمان الدول الكبرى، وده اللي احنا بنحاول نعمله. على اي حال خلينا نروح لخبر اخر وايضا متعلق بحصاد القمح. امبارح تم بدء موسم حصاد القمح في الوادي الجديد على مساحة 342,000 فدان. اغلب المساحات دي كانت موجوده في منطقه شرق العوينات، في اجراءات كتيره جدا لتسهيل عمليه استلام وتوريد المحصول من المزارعين. الحمد لله بدانا موسم القمح ان شاء الله بنهيب بالساده المواطنين، ونتمنى نسبه التوريد المستهدفه في الوادي تقترب من 750 الى مليون طن ان شاء الله السنه دي، بالتعاون مع جهاز الخدمه الوطنيه وبقيه المستثمرين وصغار المزارعين في الوادي الجديد من اول فرافره لغايه العوينات. عملنا حوافز لصغار المزارعين 15 فدان فاقل، يعني عملنا مثلا بالتعاون مع رجال الاعمال عمره، وعملنا سلع معمره، وعملنا بنات مواد تموينيه وتخفيض في الاسعار الايجار من صدور الاراضي، شويه مميزات كده لصغار المستثمرين، والمستثمرين الكبار طبعا نسبه توريدهم بتبقى اعلى من 90% و95% ان شاء الله. نجحت محافظه الوادي الجديد في زراعه 342,000 فدان من القمح، وبدات عمليات الحصاد وحاليا اجاري عمليات التوريد للصومعتين، سواء صومعة شرق العينات ودي ساعتها حوالي 60,000 طن، وصومعة الخارجة وساعتها 45,000 طن. طبعا بنتوقع ان شاء الله العام القادم ان احنا نتخطى المليون طن، وخصوصا بعد ان شاء الله باذن الله تعالى لما نزرع مساحات اكبر من القمح. وايضا سيد محافظ صرح ان هو باذن الله تعالى هيتم تحفيز المزارعين على زياده مساحتهم في القمح، سواء بتوفير التقاوي مجانية، برضو ايضا تخفيض في القيمة الإيجارية للأراضي المملوكة طبعا لصندوق المحافظة، في توفير حوالي 700 فدان تقاوي إرشادية للوادي الجديد، ودي من أكبر الحصص على مستوى الجمهورية. يعني المزارع بيستنى النهاردة التقاوي الإرشادية مش عشان هي بلاش، عشان الجودة وعشان الإنتاج العالي. حقيقة أثروا في كمية الإنتاج
وزيادة الإنتاج، وخاصة عندنا احنا ثلاث أصناف جدد مميزين، بالنسبة للمصري ثلاثة، وبالنسبة للبني سويف سبعة، والصخر 95. الموسم الحصاد بدأ الحمد لله، وبدأ وإنتاجية الفدان أو الزمام البير تراوح من 120 ل 150 فدان، إنتاجية الفدان من 15 ل 20 أرداب، الحصاد منتظم، وعملية التوريد يعني متوالية على طول، الكل بيحصد بيورد على طول. برضو ما ننساش ان احنا نشكر قطاع الارشاد بمديرية الزراعة ان وفرنا تقاوي، والتقاوي عالية الانتاج، وكنا بنعاني من بعض الاصناف في عملية الفرط. حاليا الاصناف الجديدة دي هي ممتازة، ما فيش عملية فرط خالص، وكمان بنشكر المسؤولين في بلدنا خصوصا في قطاع الزراعة لان وفرنا موضوع التقاوي.